احنا معانا على التليفون الدكتور محمد العقاد، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية. مساء الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ ريهام، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا. النهاردة وإحنا بنحتفل باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، بتشوف إزاي حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية من خلال إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل؟ أولا تسمحي لي حضرتك كده، زي ما احنا متعودين دايما، هو اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة بدأ التاريخ بتاعه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. أطلقت الفكرة إن لازم يكون في كل مواطن في أي دولة في العالم يكون له تغطية صحية شاملة. بدأت القصة في 2012 وعدت بمراحل في 2015، وتم اعتماد القصة في 2017 وبدأ الاحتفال باليوم العالمي ده. مصر من الدول اللي حبت تكون جزء من المنظومة دي، وحضرتك عارفة وحضرتك من الناس اللي بتساند بقوة المنظومة وبتغطي دايما الأنشطة اللي بتقدم. مصر قدمت فكرة جميلة جدا، بعض دول العالم حتى هذه اللحظة مش قادرة تعمل منظومة تأمين صحي شامل وتغطية شاملة للمواطنين. احنا بدأنا الحمد لله زي ما حضرتك عارفة في 2019، وبدأنا بثلاث محافظات غطينا فيهم، يعني محافظات قوية زي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وقريبا إن شاء الله هنضم ثلاث محافظات تانيين، وتبقى المرحلة الأولى اللي بنغطي فيها كل مواطن تغطية شاملة من أول ما يبقى بدور على الصحة العامة والنشاط وصحته، ولا في حالة حدوث الأمراض، في حالة حدوث أي تدخلات جراحية، كل ده بيتم تغطيته. لأي مدى نقدر نقول إنه فعلا يعني حصل طفرة بعد كل هذه الجهود في الخدمات الطبية اللي بتتقدم للمنتفعين في المنظومة حتى الآن، وعارفين لسه في كتير جاي؟ صحيح، احنا اللي وصلنا له دلوقتي استاذ ريهام، احنا قدمنا 8 مليون خدمه طبيه في ثلاث محافظات، بالترتيب اكثر من 5 مليون خدمه في محافظه بورسعيد، ومليون و800 في الاقصر، ومليون و200 في الاسماعيليه. الخدمات اللي تقدمت تشمل عمليات جراحيه وطوارئ وخدمات الامراض الباطنيه والقلبيه واساطر القلب والمعامل والاشعات، أكثر من 8 مليون خدمة طبية اتقدمت لمنتفع التأمين الصحي الشامل في سنتين. ده يقيس مدى قوة المنظومة على الأرض، وإن شاء الله لسه في كمان أكثر إن شاء الله الفترة الجاية. إن شاء الله. حضرتك بتكلمني عن 8 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في منشآت هيئة الرعاية الصحية في ثلاث محافظات، يعني الرقم طبعًا كبير، وعايزة أعرف مدى، يعني خلينا نقول إيه، مدى إحساس المواطنين بالتغيير بعد تقديم هذه الخدمات ليهم. الإحساس بتاع المواطن اختلف على الارض، يعني احنا كمان نقدر نحكم على الارض. احنا كنا بنشوف المواطن في بعض الاحيان مدى المعاناه عشان يلاقي خدمه معينه، خاصه خلينا نتكلم بصراحه الخدمات الدقيقه، يعني مش هنقول مثلا عيان رايح عياده او مثلا رايح يكشف على ابنه او حاجه بسيطه، لا خلينا نتكلم على الخدمات الدقيقه. كان صعب يا استاذ ريهام ان مواطن عادي يقدر يلاقي الخدمات الدقيقة والعمليات الجراحية المعقدة والأدفانسد في مستشفى حكومي جنب بيته أو في مكان. دلوقتي حضرتك احنا الثلاث محافظات اللي هيتوجه فيهم لأي مستشفى تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بتقدم منظومة التأمين الصحي الشامل، هيلاقي من أول الكشف العادي إلى العمليات المتقدمة جدا. ده على الأرض ملموس بالمواطنين، واعتقد الثلاث محافظات اللي دخل فيهم منظومه التامين الصحي الشامل مستشفيات الهيئه العامه للرعايه الصحيه استاذ ريهام، المواطن حس بفرق كبير جدا، ان هو كان لازم بيدور على الخدمه كتير جدا عشان يلاقي مكان واحد بيقدمها. احنا دلوقتي زي ما بقول لحضرتك الخدمات من اقل خدمه لغايه اعلى خدمه، والعمليات المتقدمه والتدخلات الجراحيه اللي على اعلى مستوى بتتقدم له في مستشفيات تابعه للقطاع الحكومي، وبأمهر الأطباء وكوادر طبية على أعلى مستوى وبجودة، يعني مش عايز أقول كده، بس بجودة فعلا تنافس العالمية. الحقيقة أن هيئة الرعاية الصحية أطلقت العديد من المبادرات لتوفير المزيد من الخدمات، لو ممكن تكلمنا عن أهم هذه المبادرات يا دكتور محمد وأهدافها كانت إيه؟ تمام،
احنا كان طبعا حضرتك عارفه احنا يعني بننفذ دايما توجهات القياده السياسيه. في بعض حضرتك عارفه المبادرات الرئيسيه دي لازم تبقى موجوده معانا زي باقي محافظات الدوله كلها، لازم نقدم المبادرات الرئيسيه. وكانت كمان الهيئه العامه للرعايه الصحيه ليها المبادرات الخاصه بيها عشان يبقى المنظومه كلها متكامله. الحاجات اللي كانت اشهر عشان ما اطولش طبعا على حضرتك، احنا كان عندنا الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا في الرجال، ودي كان من اكبر الحملات اللي كانت موجهه للرجل في سرطان عنق الرحم، ودي كانت للمراه. وفي بقى القدم السكري، وكان في هشاشه العظام، دي حاجات طبعا للجنسين، وامراض ضغط الدم. كل المبادرات دي كانت للجنسين، وكان عندنا مبادره خاصه للرجال ومبادره خاصه للسيدات، طبعا غير المبادرات الرئاسيه اللي بتنفذ تقريبا على مدار السنه بالكامل. ممتاز. طيب دي المبادرات، الى اي مدى بيحقق مشروع التامين الصحي الشامل اهداف التنميه المستدامه 2030 يا دكتور محمد؟ حضرتك عارفه طبعا احنا يعني الهدف رقم 3 في اهداف التنميه المستدامه، وهو الصحه والحفاظ على صحه المواطن في اي مكان. احنا عايزين نقول كمان للامانه الواحد لما نزل في المحافظات وشاف احنا في عندنا مشروع مهم جدا استاذ ريهام، مشروع حياه كريمه، ده بياخد كمان جزء مهم جدا من الصحه والفقر والميه الصحيه اللي توصل للمواطن والتعليم. انا شفت مدارس وشفت حاجات كمان، يعني معلش انا ده بره حته الصحه، بس الواحد فخور جدا بالمبادره الرئيسيه بتاعت مشروع حياه كريمه، لان فعلا دي مع المنظومه التامين الصحي الشامل كلهم هيكملوا بعض عشان نقدر فعلا ننفذ الاهداف التنميه المستدامه 2030، من حيث ان المواطن يلاقي التغطيه الصحيه، يلاقي اكل صحي، يلاقي ميه نظيفه يشربها، يلاقي تعليم لاولاده. كل ده مع بعضه هيدي في الاخر احساس للمواطن بالامان وهو عايش جوه بلده بتنفذ له كل ده. ما يبقاش الاهداف التنميه المستدامه كل واحد في مكان، لا، انا شفنا على الارض واحنا بننزل في مستشفياتنا، جنبنا في مدرسه جميله جدا بتتعمل، الصرف بيتصلح، الميه بتتصلح، فاكتملت الصوره. يعني ان شاء الله فعلا حياه كريمه دي هتبقى مع مشروع التامين الصحي الشامل، اعتقد هيبقى عندنا الاهداف اللي موجوده في 2030 اهداف التنميه المستدامه استاذه ريهام هتبقى متحققه يعني ان شاء الله على مستوى كمان ابعد كتير من الصحه، بس هيبقى فيها اهداف كتيره ان شاء الله تتحقق. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد العقاد، مدير اداره الرعايه الثانويه والثالثيه بالهيئه العامه للرعايه الصحيه.